الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، مرحبا بكم في محاضرة هذا اليوم اللي هي الدرس الخامس من اليونت الخامس اللي هو عنوان Graduation Party Review اللي هي آراء حول حفلة التخرج. أعزائي مثل ما تشوفون هاي الصفحة أمامكم، هذه اللي تخص هذا الدرس، هاي صفحة الكتاب، هاي أجزائي، هاي المفردات مطلوب أنه تنقل إلى الدفتر موجودة أمامكم، وكذلك تصاريف الأفعال هذه مهمة جدا وتنقل كذلك إلى الدفتر. أوكي، أغلب المرات علينا إلا البعض القليل ما مر علينا. المهم هنا في هذا الدرس اللي هو الجرامر، قواعد من هذا الدرس اللي هو موضوع خاص simple tense، زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط أعزائي هذا زمن مر علينا سابقا، واليوم راح نحاول نعيده بصورة سريعة. يشير هذا الزمن إلى حدث وقع في الزمن الماضي حيث لم يعد للفعل موجود في الزمن الحاضر، يعني أي شيء حدث في الماضي انتهى فنستخدم هذا الزمن. لاحظ هذا المثال، سارة أو سيرة finished her study last year، finished يعني أنهت دراستها العام الماضي. أوكي، هاي finished فعل أنهى، هذا فعل حدث في الماضي. I wrote my report yesterday، كتبت تقريري البارحة. هنا هذا عملية الكتابة تمت في الزمن الماضي هي البارحة. أعزائي من خلال هالمثالين نستنتج انه في هذا الزمن ينبغي ملاحظة ان هنالك نوعين من الافعال تخص هذا الزمن. اوكي، هما الافعال القياسية regular verbs مثل هذا الفعل finish. اوكي، والافعال غير القياسية اللي هي irregular verbs مثل هذا الفعل، حيث يتم اضافة الحرفين ed اوكي الى نهاية الفعل في النوع الاول. يعني كل الافعال القياسية اعزائي الماضي مالتها ينتهي بالحرفين إي. أوكي، أما في الحالة الثانية فيجب أن يحفظ الفعل كما هو، يعني الأفعال غير قياسية اللي هنا ما ينتهي بالحرفين إي لأن ما له قاعدة، لذلك هي تسمى غير قياسية أو تسمى irregular verbs. لاحظ هاي المثالين، he walked about 2 kilometers، walked أوكي هذا انتهى بالحرفين إي، سميناها regular verbs. وعندنا she went to the mall with her cousin، went هذا الماضي مع الفعل go، هذا فعل غير قياسي. من أمثلة الأفعال غير القياسية أعزائي مثل فعل، يعني الأفعال القياسية عفوا، هي فعل play، فعل study، فعل paint، فعل cook، فعل operate، فعل beg، open، close. هاي كل الأفعال الماضي مالتها ينتهي بحرفين. من أمثلة الأفعال غير القياسية فعل go، فعل swim يسبح، يعني drive، sit، leave، wear، hear. كل هاي الأفعال اللي ذكرتها أمامكم كمثال من أفعال غير القياسية اللي هي الماضي ما ينتهي بالحرفين إي. أعزائي لاحظ ملاحظة، في حالة النفي أو الاستفهام نستعين بالفعل المساعد did مع إرجاع الفعل الرئيسي إلى حالته الأصلية. أعزائي في زمن الماضي البسيط إذا طلب من عندنا أنه ينفي الجملة نضع did مع أداة النفي not، مثل ما تشوفون هذه الملاحظة ما كنت أنشرها did not، ويرجع الفعل إلى الصيغة المجردة الاعتيادية، سواء كان هذا الفعل قياسي أو غير قياسي لازم يرجع إلى صيغة المجردة. we didn't attend، هاي كان أصلها attended، كان أصلها الجملة attended the party last week. أوكي، قلنا في حالة السؤال مقدم did على الفاعل، سواء كان عندنا أداة سؤال مثل هذا المثال أو ما كان عندنا أداة سؤال أوكي مثل هذا المثال اللي أمامنا. فبكل الأحوال إذا كان عندي سؤال أوكي يخلي did قبل الفاعل ويرجع الفعل إلى الصيغة المجردة. هذا بالنسبة لحالتين النفي والسؤال. أعزائي من الممكن الاستدلال على هذا الزمن من خلال ظروف الزمان التالية. أوكي، يعني هذا زمن الماضي البسيط
اوكي نقدر نستدل عليه من خلال هاي الكلمة. شنو يعني استدلال؟ يعني لا يجد فعل بين قوسين ويقول لك صحح الفعل. اوكي فاحنا شلون نعرفه بيا زمن؟ احنا مثلا من الامتحان عندنا فد يعني 4 5 6 ازمنه. اوكي فشلون استدل انه هذا الفعل بين قوسين؟ شلون اعرفه بيا زمن؟ اذا شفت واحده من ذني الكلمات فراح نعرف انه هذا في زمن ماضي. لاحظ مثلا كلمه يسترداي البارحه، كلمه ago يعني فيما سبق او ماضي في الماضي. كلمه last طبعا last ما تجي وحدها، تجي وياها احد الكلمات مثلا كلمه week، كلمه month، كلمه season، كلمه year، يعني اي كلمه تدل على الزمن. يعني last تجي وياها كلمه تدل على زمن. in اوكي تجي وياها احدى السنوات يعني السابقه. فهذني نقدر نعتبرهن دلالات للزمن الماضي. ها شفت نحتاجهن؟ نحتاجهن اذا كان عندنا اختيارات مثلا مضارع او ماضي مستقبل، فاذا شفنا نقدر نختار الماضي، او اذا جانا الفعل بين قوسين فعل مجرد وقال لي صحح الفعل، فاحنا اذا شفنا هذني نحول الفعل الى الزمن الماضي البسيط. ملاحظه اخرى، الافعال was were افعال الكينونه طبعا لاني في الماضي لا تنطبق عليها هذه الأفعال، لا تنطبق عليها ما ينطبق على الأفعال الأخرى من ناحيتين النفي والسؤال. يعني هاي الأفعال was were من أريد أحولها للنفي ما أستعين بال did not، وإنما رأسا أضيف أداة النفي not إلها مباشرة. He was in the cinema، he was not in the cinema. ما استعانينا بالفعل did. ليش؟ لأن هنا أفعال كينونة إذا كانت أفعال رئيسية ما نستعين بالفعل المساعد. They were great soldiers، كانوا جنودا عظماء. Were they great soldiers؟ هنا ال were نسيتها، قدرناها على الفاعل وحولنا الجملة إلى سؤال. فإذا was were هذني إذا شفتهم بالجملة واحد طبعا ما وياها الفعل الثاني، هن نسيت ما يستعينن بالفعل المساعد did، وإنما نسيت نستخدمهن بالنفي ونسيت نستخدمهن بالسؤال. نجي الى ملاحظة مهمة دائما الطلبة يعني يشتغلون بها، تفيدنا هذه بالقواعد وتفيدنا كذلك فيما في سؤال المفردات التحويلات، اللي هي اضافة الحرفين اي دي الى الافعال القياسية. طبعا اضافة الحرفين اي دي اغلب الافعال باللغة الانجليزية الافعال القياسية نضيف لها اي دي بدون ان نغير من الفعل. اغلب الافعال غالبية العظمى من الافعال القياسية فقط نضيف لها اي دي وتتحول الى الماضي او التصريف الثالث، في بعض الازمنه راح تحتاج التصريف الثالث، ما عدا الحالات التاليه. هاي الحالات اللي هن باللون البنفسجي امامكم هذني لازم نحفظها. اذا انتهى الفعل بالحرف اي الصامت نضيف الحرف اي فقط. لاحظ الفعل change هذا الفعل ينتهي بحرف اي، ضفنا له فقط الحرف فعل هوب كذلك. فاي فعل اخر ينتهي بالحرف اي نضيف له فقط الحرف اي اذا حولناه للماضي. إذا انتهى الفعل ذو المقطع الصوت الواحد بحرف صحيح يسبقه حرف علة واحد نضاعف الحرف الصحيح الأخير قبل إضافة إيه. يعني باختصار كل الأفعال القصيرة اللي نشوفوهن stop، plan، back إلى آخره، كل الأفعال القصيرة إذا انتهت بحرف صحيح قبل حرف علة واحد. أوكي حروف العلة إحنا نعرفهم خمسة، الأي والأو والإي والآي واليو. أوكي فإذا انتهى الفعل القصير بحرف صحيح يسبقه حرف إلا واحد نضاعف الحرف الأخير قبل إضافة إيدي مثل ما تشوفون أمامكم. إذا انتهى الفعل ذو المقطعين يعني فعل شوية أطول من هاي الأفعال اللي هي بالملاحظة تبع، إذا انتهى الفعل بالمقطعين بحرف صحيح يسبقه حرف إلا واحد وكان التشديد على المقطع الثاني. يعني شو التشديد على المقطع الثاني؟ يعني مثلا من أقول ترى فول فول، هنا الفول شوية ارتفعت نبرة الصوت عندي، فهنا كن انتبه نبرة الصوت اللي ينطق به هذا الفعل. فإذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح يسبقه يعني أو عفوا مقطعين والمقطع الثاني حرف صحيح يسبقه حرف إلا واحد فيضاعف الحرف الأخير. هذه يفضل إنه تحفظوها هاي الأفعال لأن هاي مهمة إذا أردنا نحولهن فيضاعف الحرف الأخير. يستثنى من القاعدتين أعلاه الفعل المنتهي منتهي بأحد الحروف التالية، يعني أي فعل ينتهي بـ X و W أوكي هاي ما يضاعف الحرف الأخير. أوكي سواء كان فعل قصير أو فعل طويل، فكل فعل ينتهي بـ X أو W حتى لو كان قبل حرف إلا واحد ما يضاعف هذا الحرف الأخير إذا كان X أو W.
إذا انتهى الفعل بالحرف واي اللي يسبقه حرف صحيح تقلب الواي إلى آي. كل الأفعال اللي منتهية بالحرف واي وقبل حرف صحيح لازم تقلب الواي إلى آي. مثل هاي الأمثلة اللي أمامك. أما إذا كان قبل الواي حرف إلا ما يحول الواي إلى آي، يعني play play destroy destroy إلى آخره. فالواي كنت ننتبه لها، إذا الواي قبل حرف صحيح تقلب الواي إلى آي، إذا الواي قبل حرف إلا لا تقلب الواي إلى آي. هاي أهم الملاحظات إذا أردنا نضيف الحرفين إي دي إلى نهاية الفعل القياسي. نجي إلى زمن آخر مطلوب مننا في هذا الدرس اللي هو الباست كونتينيوس تنس. هذا الزمن هم كذلك مر علينا، اللي هو زمن الماضي المستمر، مر علينا سابقا وهم راح نعيد شرحه بصورة سريعة لأنه مطلوب في هذا اليونت. يشير هذا الزمن إلى حدث بدأ واستمر لفترة معينة في الزمن الماضي. لاحظ بدأ واستمر لفترة في الماضي، يعني لفترة في الماضي يعني لم يعد له وجود في الزمن الحاضر، يعني كان استمراريته فقط في الزمن الماضي، يعني بدأ بالماضي واستمر بالماضي وانتهى بالماضي. هذا زمن ماضي مستمر. الفعل يتكون من فعل مساعد was aware وفعل رئيسي بصيغة ing. إذا كم فعل عندنا هنا بهذا الزمن؟ عندنا فعلين، فعل مساعد وفعل رئيسي. لاحظ he was reading a book last night، يعني هنا was reading. ليش استخدمنا هذا الزمن؟ حتى نأكد أنه عملية القراءة كانت مستمرة في الزمن الماضي. We were watching TV، كنا نشاهد التلفاز. أوكي هنا were watching يعني كانت عملية المشاهدة مثل التلفاز مستمرة لفترة معينة في الزمن الماضي. ملاحظ أعزائي، ما دام عندي فعلين مساعدين لازم أميز شوفت استخدم الوز وشوفت استخدم الوير. لاحظ إذا كان الفاعل واحد من هذول الفواعل ستة وليست خمسة، الضمير I، الضمير he، ضمير she، ضمير it، أربع ضمائر، وsingular noun اسم المفرد، وuncountable noun اسم غير معدود. خلينا نكبر شوي الكتابة حتى تشوفوها. أوكي لا، ضمير I، والضمير he، والضمير she، والضمير it، وsingular noun اسم مفرد، وuncountable noun. أي واحد من ذول الفواعل الستة إذا أجى في مكان الفاعل فنستخدم was. مثلا I was calling my uncle. I نقدر نبدلها بأي واحد من ذول القواعد الخمسة المتبقين. أما بالجهة المقابلة إذا كان عند الفاعل we أو you أو they أو plural noun يعني اسم جمع، أي واحد من ذول الفواعل الأربعة، أوكي إذا أجى في البداية فأستخدم where. We were sitting in the garden. أقدر أبدل we بأي واحد من ذول الفواعل الأخرى. أعزائي، عند استخدام هذا الزمن يفضل أن نستخدم معه جملة في زمن الماضي البسيط للإشارة إلى أن الحدث الثاني اللي هو جملة الماضي البسيط قد قطعت استمرارية الماضي المستمر. وفي مثل هذه الحالة يفضل استخدام أدوات الربط التالية. شو معنى هالملاحظة؟ يقول هذا الزمن غالبا ما يجي واحدة، يجي يا جملة ثانية بالماضي البسيط. شنو فائدة جملة الماضي البسيط؟ حتى نقول إنه هذه جملة الماضي البسيط قطعت استمرارية الماضي المستمر. فما دام عندي جملتين لازم اكو بيناتهم اداة ربط. هاي ادوات الربط اللي نستخدمها لمثل هذه الحالة، اداة الربط وين؟ اداة الربط while، اداة الربط as، and then over. لاحظ هذا المثال the baby was sleeping. ندخل نتوقف هنا. the baby was sleeping يعني الطفل كان مستمر في النوم. but you woke him up. اوكي هنا but اداة الربط woke up يوقظ، يعني هذه الفعل أوقظ أو أيقظ قطعت استمرارية الفعل الأول اللي هو was sleeping. I was sitting in my armchair، كنت جالسا في كرسيي. when you knocked the door، عندما طرقت الباب، يعني هذا الفعل طرق الباب قطع استمرارية الجلوس. أوكي فغالبا وليس دائما هو زمن الماضي المستمر، تجي ويا جملة أخرى في زمن الماضي البسيط حتى توضح قطع استمرارية الماضي المستمر عن طريق شنو؟ عن طريق الماضي البسيط. هاي ملاحظة مفيدة وتفيدكم إن شاء الله السنوات القادمة. ملاحظة أخرى مهمة جدا اللي هن أفعال الكينونة والإحساس والإدراك والعقل والملكية والكلفة لا تأتي في هذا الزمن وإنما في زمن ماضي البسيط. أعزائي، أي فعل له علاقة بالفهم بالدماغ يعني.
أو أفعال الملكية والكينونة والكلفة، هذني أبد ما يجلب الماضي المستمر في هذا الزمن، وإنما يجلب الماضي البسيط. لاحظ هذا مثل من أمثلة هاي الأفعال، هذا الفعل know يعرف أو يعلم، فعل understand يفهم، recognize يميز، realize يدرك، feel يشعر، فعل cost يكلف، include يتضمن، contain يحتوي على، possess و have معناها يملك أو يملك، والفعل كينونة اللي هنا was و were. فهاي الأفعال إذا شفناها أعزائي أبد ما يجن بالـ ing، وإنما دائما يجن بالماضي البسيط. في حالة النفي أعزائي نضع الأداة النفي not بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي. كل يعني هاي ملاحظة لكم لازم تحفظوها، كل زمن بفعل مساعد وأريد أحوله للنفي، فأداة النفي تجي دائما مع الفعل المساعد. She was not writing at the time I called her. لم تكن تكتب شيئا يعني في الوقت الذي اتصلت بها. Was not، هنا لاحظ مكان not اجى بعد الفعل الرئيسي مباشرة. أما في حالتي الاستفهام والسؤال نقدم الفعل المساعد اللي هو was aware على الفاعل. Was the student paying attention؟ أصل الجملة كانت the student was paying attention. أوكي، ففي حالة السؤال أقدم فعل مساعد على الفاعل، وإذا كان عندي أداة سؤال هم نفس الشيء، هم لازم أقدم الفعل المساعد على الفاعل، بينما الفعل بصيغة ing يبقى على وضعه. عندنا هنا موضوع آخر، مواضيع المهمة اللي ممكن يفيدنا في القواعد ويفيدنا كذلك في الفوكابيولري اللي هو سؤال التحويلات، اللي هو إضافة الـ ing إلى الفعل. أعزائي أغلب الأفعال يضاف لها ing بدون أن يتغير فيها شيء ما عدا الحالات التالية. يعني عندنا أغلب الأفعال باللغة الإنجليزية فقط نضيف لها ing وصارت فعل بصيغة ing ما عدا هاي الحالات اللي يجب أن نحفظها. أولا إذا انتهى الفعل بالحرف اي الصامت، يعني أي فعل ينتهي بالحرف اي، فإن هذا حرف الاي يحذف ونضيف ing. لاحظ coming حذفت الاي، drive driving، write writing، وهكذا. فكل فعل ينتهي بحرف اي تحذف الاي ونضيف ing. إذا كان الفعل ذو مقطع صوتي واحد وينتهي، أوكي مقطع صوتي عفوا، هذه هنا كلمة فقط، وينتهي بحرف صحيح يسبقه حرف إلا واحد، معناها الأفعال القصيرة مثل هذا أفعال قصيرة فيضاعف الحرف الأخير. شنو إذا كان لاحظ run ينتهي بحرف صحيح قبل حرف إلا واحد، run running، cut cutting، shot shutting. هاي ركزوا عليها مهمة جدا، هن طبعا بالوزاري وبالامتحان دائما يركزون على هذه الاستثناءات، دائما يركزون على هذه الاستثناءات. يستثنى من هذه القاعدة الأفعال التي تنتهي بال W X و Y. إذا انتهى الفعل W X و Y حتى لو كان قبل حرف إلا واحد ما يضاعف هذا الحرف، مثلا snow snowing، draw drawing، fix fixing، play playing مثلا إلى آخره. أما إذا كان الفعل ذو مقطعين صوتيين وكان التجديد على المقطع الثاني، أوكي يعني شلون هذا اللي ضاعفنا بها الحرف الأخير نضفنا إيدي نفسية ضاعف به الحرف أوكي الأخير عندنا إضافة ING، مثلا travel traveling، أوكي control controlling، begin beginning، وهكذا. فكل فعل طويل وكان تجديد على المقطع الثاني، يعني نقول travel، شوف تزيد ونس راح يكون على الجزء الأخير، نضاعف شنو الحرف الأخير. هذا نحفظوه جدا مهمات. أوكي أعزائي، أما إذا كان تجديد على المقطع الأول لا يضاعف الحرف الأخير، يعني هنا ما يقول أها بين، شوف ها يعني هنا نبرة الصوت مرتفعة، أوكي ما ضاعفنا الحرف الأخير. أو بين أوبنينج، فيزيت فيزيتينج، هذا الأفعال تحفظوها إذا لم يضاعف بين الحرف الأخير. الفعل الذي ينتهي بالحرف واي اوكي يبقى على حال عند اضافه اي ان جي، يعني سواء كان قبل الواي حرف صحيح او حرف الا ما تقلب الواي الى اي عند اضافه الاي ان جي، الواي تبقى ثابته اوكي بغض النظر ان كان قبلها حرف صحيح او حرف الا، الواي عند اضافه الاي ان جي ما تتغير. عندنا ثلاث افعال باللغه الانجليزيه هاي امامكم ينتهن باي اي، هلني في حاله الاي ان جي تقلب الى واي، لاي لاينج، تاي تاين، داي داين. اوكي هاي الافعال الثلاثه
تقلب الاي اي الى واي اللي تحبوها. نجي اعزائي الى التمارين اكسرسايز 8 بيج 65 صفحه 65. خلنا نطلع لكم اياها بالكتاب اعزائي. هاي صفحه 65 اكسرسايز 8. شو يقول؟ يقول all the sentences are incorrect. يعني يقول هذا الجمله الموجوده امامكم اللي هو ماخذها منين؟ ماخذها من ستودنت بوك، من هذه، من هذين التقريرين. اوكي، فيقول كل هاي الجمل اللي امامكم، هاي داليا's ريفيو، هاي داليا's ريفيو، اوكي داليا، من هذا التقرير مع داليا، وهذا تقرير ساره. فاول شيء راح نبدي داليا's ريفيو. فيقول هاي الجمل خمس جمل ماخذها من تقرير مال داليا، وخمس جمل ماخذها من تقرير مال دانا او ساره. فيقول ذني كلهن incorrect غير صحيحات. read them and correct the mistakes، صحح الاخطاء. لاحظ اعزائي هاي الجمل وهاي الحل مالتهن. فهنا عندنا كلمه empty الخطا صارت false. هذني يعني قدر الامكان انه تحفظون بس الاخطاء مو اللي تحفظون الجمله كلها. خاف مثلا يجيب سؤال مثلا vocabulary قطع الكتاب، انما مطلوبات قطع الكتاب، بس ربما اذا اجن بالامتحان في سؤال قطع الكتاب. فاذا مثلا ذني اذا شفته امتي حولها الى فول. اوكي، اذا شفنا هوم كلوز سويها يونيفورم، وهكذا موجوده هاي التصحيحات امامكم. فالمطلوب من عندكم انه اعزائي شنو تحفظوهن كذلك في الجزء الثاني اللي هو ساراز ريفيو تقرير سار. التمرين الاخر في الصفحه الاخرى صفحه 66 اعزائي. اوكي، make these sentences in negative، حول هذه الجمل الى نيجاتيف الى الماضي. كنا نحفظ كلمه نيجاتيف العفو معناها النفي، يعني هاي الجمل كلها اللي موجوده حولها الى النيجاتيف. اوكي، the hall was، اوكي صارت wasn't. ليش؟ راح قلنا افعال الكينونه was والwere ما نحتاج وياها didn't، فراسا الناس نضيف لها. بينما هي were wearing صارت were not wearing. ليش؟ بالماضي المستمر ضفنا النوت بعد. were performing were not performing. enjoyed ماضي بسيط did not enjoy، رجع الى صيغه المجرده. were shouting were not shouting. stayed did not stay. هاي الطريقه شوفوا بالامتحان، خاف مثلا تجي مثل هاي الجمله مثلا ابو الكتاب ما يحدد لك الفعل، بس هو اذا قال لك نيجاتيف انت من تحل يعني تحوله للنيجاتيف حل خط. شلون انا مسوي هسه؟ تحت الاجابه مالتي حتى اقول المصحح انه يابا انا هذا الجواب الصحيح. نجي اعزائي الى تمرين سي في نفس الصفحه. هذا تمرين سي، هذا عفوا. write the verbs in past simple or past continuous. يقول هنا اختار يعني الفعل هذا بين قوسين، يا اما تحوله past simple يا اما تحوله الى past continuous. طبعا هذا الحل امامكم، make صارت was making، فdo was doing، وهكذا. انا شلون اميز بين انه اذا اختار بين زمني الماضي البسيط والماضي المستمر؟ اعزائي اختار حسب يعني اشوف حسب معنى الفعل. اذا كان الفعل، اذا كان الفعل من افعال الكينونه، العفو افعال الحواس والادراك والكينونه، هذا دائما بالماضي المستمر. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اذا كان الفعل ما يستغرق وقت كبير يعني وقت قليل جدا، يعني هيلب المساعده ما تستغرق وقت قليل فاستخدمها بالماضي. وبينما اذا كان الفعل يستغرق وقت كبير حتى مثلا ينجز فنستخدم يستخدم شنو؟ نستخدم كذلك صيغة الأجل. بعد دلالات الزمنية اللي اعطيناكم اياها قبل شوي ذني ادوات الربط، هسه خلينا نرجع لهن. ذني ادوات الربط اللي نستخدمهن مع زمني الماضي البسيط والماضي المستمر، يعني مثلا كلمة وين هذه قبلها ماضي مستمر وراها ماضي بسيط، بينما البوت بالعكس قبلها ماضي مستمر وراها ماضي بسيط، حال حال وين والآن وهكذا. هنا عندنا هذا التمرين مالتنا تمرين سي. هنا ماجد arrived at home. اوكي، when ماجد arrived at home his wife، فهنا صارت was when. فهذه يعني عندما وصل الى المنزل كانت زوجته، يعني وين عندما، ف was making. ليش؟ لان يعني اثناء وصوله فهي كانت مستمره في عمل العشاء، وهكذا البقيه نكملها حسب هذه الطريقه. فاذا كان علي الاختيار بين الماضي البسيط والماضي المستمر، اولا اجي اشوف هذا الفعل هل هو من افعال الادراك
والكينونة والكلفة اللي قلت لكم عليها سابقا. فإذا شفت أن عندنا الأفعال فهذني دائما بالماضي الوسط. نجي للشغلة الثانية، إذا كان عندي أدوات الربط هذين اللي شفتين، هذين أدوات الربط تكون قبل الماضي البسيط وبعد الماضي المستمر أو بالعكس. هذا والشغلة الثالثة، إذا كان الطالب مثلا منتبه وذكي يعرف أنه هل هذا الفعل يستغرق وقت لحدوثه أم لا. إذا كان الفعل يستغرق فترة معينة لكي يحدث فهذا إذا نستخدم الماضي المستمر. إذا لا، فعل يستغرق فترة قليلة لحدوثه، إذا هذا نستخدمه بالماضي الفصل. أعزائي، هذا كل ما عندنا لهذا اليوم. أتمنى تكونوا استفادتم من المحاضرة. المطلوب أنه تنقل هاي المعلومات في دفتر الملاحظات، كذلك المفردات والمعاني. إن شاء الله نلتقيكم في محاضرات أخرى. كان معكم الأستاذ خيدر المرعبي، دكتور، في أمان الله.